خطوات للعلاج من الوسواس القهري؟ الوسواس القهري له علاج، وده مبدأ لازم نقوله ونأكد عليه لكل المرضى، علشان الوسواس ساعات بيصحبه شوية اكتئاب، والاكتئاب أبو اليأس، خلاص ما فيش فايدة، أنا هعيش كده، أنا هكمل كده. فالعلاج الوسواس القهري مبني بشكل أساسي على العلاج المعرفي السلوكي. لما بنيجي نعالج الوسواس القهري لازم الأول بنحاول نقول للمريض حاول تعرف كل وساوسك، لان هو غالبا بيشتكي من اكتر حاجه مزعجه، يعني ممكن يكلمني على الوساوس المزعجه اكتر حاجه، ونكتشف في الاخر ان في وساوس تانية قليله اقل حده، بس هو منزعج اكتر من قصه ان في وساوس بتخليه يعيد الصلاه، في حين ان موضوع قفل الشقه اللي بياخد منه نص ساعه وساعه ده مش هو شغله كتير، متصالح معي. متصالح معاه. فاول حاجه بنحاول نتفق مع المريض ان احنا نعمم المفهوم يعني ايه وسواس ويعني ايه قهري، لان اي حاجه ينطبق عليها الموضوع ده ايا كانت هي ايه اعرف انها من المرض. يعني أول خطوة إحنا بنثقفه نفسيا، نفهمه إيه أصلا الوسواس القهري وإيه الخلل اللي بيتعامل مع الأفكار. المبدا وبنتفق معاه ان الوسواس زي الحربايه بيغير جلده، فممكن يجي لك النهارده في وساوس دينيه، ممكن يجي لك في وساوس نظافه، بعد ممكن يجي لك في وساوس مرضيه، رابع ممكن يجي لك في وسواس ايذاء. في مرضى بيبقى عندهم وساوس ايذاء، زي ان انا هو انا زقيت زميلي في الشغل ولا لا، وقعت من على السلم، واحيانا بيتاكد منه اتصل ويتاكد منه مره بيه واثنين وثلاثه، وانا زقيتك وانا قلت لك كذا، ويتاكد وينزل ويروح له البيت ويقعد يبعت في فويساته كده. وبتوع وساوس الايذاء ده طبعا بيبقوا مشكله كبيره على الجروبات، وانا قلت يعني لك هو كذا. يبقى خايف ان هو سبب اذى زمايله، فيقعد يطمن عليهم على واحد واحد في الحاجات اللي زي كده. ففكره ان انا افهمه ان اي فكره هتجي لك بشكل تكراري بالحاجات الصفات اللي احنا قلناها في الجزء الاولاني من الحلقه، اعرف ان ده وسواس قهري. هطلب منه خطوة معينة مع أفكاره، هو رصد الأفكار بتاعته. يفضل ان هو يرصد افكاره، ويفضل ان هو يديها درجات، درجات ليها درجه من شدة. 10 حسب الشده، وبنحاول نفهمه ان الشديده جدا 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 يبقى 10 من 10، النص نص 5 او 6 من 10، واللي مش مضايقاك تديها 0 او 1 من 10، بحيث ان هو يقدر ينمو بالنسبه له قصه التقييم بتبقى عامل ازاي. جميل. خطه العلاج بتاعتنا بتبتدي بعد ما بندي ارقام للوساوس، بنرجع نقول هنبتدي من فوق ولا من تحت، يعني نبتدي بالشديد ولا نبتدي بالضعيف، بالاتفاق مع العميل. بالاتفاق مع العميل. هو العميل فيه بيقول لا انا امشي عليا معايا واحده واحده، علشان انا قلبي ضعيف بالبلدي، او انا مش هقدر استحمل انت بتقول لي ما تعيدش الصلاه ده، انا بالنسبه لي موضوع ان انا لازم اعيد الصلاه ده شديد جدا ومش هقدر، بس موضوع ان انا ما ابصش على باب الشقه ده ضعيف شويه، فانا ممكن اتعاون معاك فيه. فلو القصه كده بنبتدي بالاضعف للاقوى، او العكس لو مريض يقول لي لا انا مستعجل عايز احل مشكلتي. عايز احل مشكلتي، فبنبتدي بالوساوس الاشد، والحقيقه دي بتبقى الاسرع، لان المريض بيلاقي ان احنا لما قدرنا نعالج الوسواس القوي العنيف اللي تحت هيبقى اللي تحت اسهل. ما بيقعدش بيشغل دماغه بيه، كتبنا الوساوس اديناها درجات، بنبتدي مع كل وسواس ليه طريقه في التعامل، او كلهم قريبين من بعض، بس معظم الوساوس بنتعامل معاها بتقنيه اسمها وقف الطقوس او وقف الفعل القهري. طقس مقصود بيه الحاجه اللي انا بعملها وانا مش مقتنع بعملها وخلاص علشان اخلص، اللي هو بتطبق على الفعل القهري، يعني كأني بكسر الدايرة اللي احنا شرحناها الدايره اللي عن احنا طريق رسمناها في كسر الاول الفعل عند نفسه. كسر الفعل. انا بقول لكل المرضى هو الحل المثالي هو ان احنا نستأصل الفكره من ذهنك، جميل. بس الحل ده علشان مش ممكن لغايه دلوقتي، بنقول عايزين نتعايش مع الفكره، يعني الفكره بتعمل فيك ايه؟ بتوترك فبتضايقك، فانت بتعمل فعل في حياتك بتعطل. لو وصلنا لمرحله ان الفكره رجعت كونها فكره ساذجه مش فكره مهمه، هو الوسواس حول الفكره الساذجه لفكره هامه، احنا عارفين ان احنا فتحنا باب الشقه، بس ليه قلبها ان لازم تبص لازم تبص لازم تبص، عشان قال لك لا ده في مصيبه هتحصل والباب هتتسرق و و فالوسواس حول الفكره الساذجه لفكره هامه، احنا عايزين نرجعها فكره ساذجه تاني، يعني ان الموضوع ما ياخدش منك الاهميه الكبيره. والوقوف على المعنى اللي ورا الافكار ده مهم جدا. ليه اقفل الباب؟ ليه اقفل الباب؟ هتسرق، حد القضيه هتخطف، بيبقى عنده فعلا معاني ضخمه جدا ضخمه ورا الافكار. للموضوع، وده ما بيحصلش. ففكره ان احنا نبقى عشان نكسر الدايره، احنا ان احنا نستأصل الفكره مش حاجه سهله، لكن السهل بالنسبه لنا واللي لينا تحكم فيه، احنا ما بنعرفش نتحكم في الافكار، دائما بنقول احنا نعرف نتحكم في الافعال رغم صعوبته. ومناقشته في المعنى، يعني معنى انك ما قفلتش الباب مش حتمي ان اولادك هيحصل بالظبط، لهم حاجه. يعني ما فيش حاجه بتقول على كده، ما قفلتش الباب مش معناها ان الدنيا هتتهد، فالمبالغه في تقييم حجم الخطر مش موجود خالص. فان
خطوات العلاج بتاعتنا مبنية على وقف الطقوس، ان احنا بنقول عليه بطل تعمل الفعل القهري علشان تكسر هيبة الوسواس عندك. الوسواس دلوقتي كأنه بيديك امر وانت بتسمع وتطيع بدون نقاش، فبيتضخم وبيبتدي يتفرض عليك حاجات تانية. علشان يسيبك في حالك ويشوف غيرك، انت محتاج تدريجيا تتوقف عن الطقوس، او مش تدريجيا، مرة واحدة بس. لو انت مش قادر تعمله مرة واحدة بيبقى نعمله تدريجي، يعني اللي جات له فكرة ان دي مش نظيفة فمش قادر يستحمل ان هو يغسل ايده، عايز يغسل ايده، فبقول له حتى ان كان ولا بد لازم تغسل ايديك، فعلى الاقل ماطل ما بين اتيان الفكرة الى ذهنك وان انت تجري على الحمام تغسل ايديك. وفترة المماطلة دي اللي بنزودها تدريجيا. لو انت ما تقدرش تستحمل غير 5 دقائق خليهم 5 دقائق بس، نتفق ان بكره يبقوا 6، الاسبوع الجاي هيبقوا 15، الاسبوع اللي بعده يبقى نص ساعه، يبقى بنزود تدريجيا مقدار قليل بحيث ان بعد شويه هتبقى لا تبالي.